أختي المواطنة، أخي المواطن. إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية هي إدارة متخصصة بمتابعة قضايا العنف الأسري، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين للوقاية من العنف وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية وإجراءات الحماية للضحايا، وذلك للحفاظ على أمنهم وسلامتهم بمهنية وشفافية، مع الحفاظ على الخصوصية والسرية التامة للقضايا. للإبلاغ أو الاستفسار، الاتصال على رقم 106 الخاص بإدارة حماية الأسرة والأحداث على مدار 24 ساعة.